الفرق بين ذكر وأنثى في الكوكتيل اللاتيني. ستلاحظ معي أن وجه الذكر يكون به إحمرار على الخدين، وهذا الإصفرار الموجود على خد الذكر يكون مساحته أكبر وأزهى من مساحة صفار الأنثى. أما الأنثى فتكون الإصفرارة عندها على الخدين باهتة أو قليلة كما نلاحظ في الصورة. أما تحديد جنس اللاتيني بطريقة سهلة فهي بواسطة الخطوط الموجودة على الجناح أو على الذيل باللون الأصفر عند الأنثى، ولا تظهر هذه الخطوط بالعين المجردة، وتحتاج حتى تظهر هذه الخطوط إضاءة جيدة. فانظر معي إلى أجنحة الأنثى، فهناك فرق قد لا يسهل ملاحظته، وهو أن عظام الحوض لدى الأنثى أكثر اتساعا من الذكر، ولا يعرف ذلك إلا بعد البلوغ.